بينما المركز الثالث والمنطلقة على ثالث المراكز هنا تأتينا بهذا الأداء الجميل والتحدي من هجن ند الشبا المنطلقة هنا سلهودة بقيادة سالم بن سعيد، ومن الجانب الآخر هناك الدوحة لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان ومحفوظ بن خميس لنبي في التضمير. هنا المركز الخامس مشاعل من هجن العاصفة بقيادة سعيد بن سالم هنا في التضمير. من تأتينا هذا الانطلاق على المركز الخامس وسادس المراكز، المركز السادس نتأخر وناخذ المركز السادس في هذه اللحظات وسادس مراكزنا هنا في هذا الأداء الجميل والتحدي مشاهدينا ومتابعينا الكرام خلال هذا الأداء الجميل. انتباه تأتينا من هجن العاصفة بقيادة سعيد بن سالم، من تأتينا على المركز السادس وفي المركز السابع. المركز السابع هنا تأتينا في هذه الانطلاقة الشايبة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة سعيد بن محمد بن سعيد بن مروشد، وعلى المركز الثامن. المركز الثامن الحذرة سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة المضمر أحمد بن سلطان بن رشيد، وثمينة من هجن ند الشبا بقيادة سالم بن سعيد. تاسعا وفي المركز العاشر تأتي الخوارة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة سعيد بن سالم لنيبي. هذه هي النتيجة للمراكز الأولى في هذا الأداء الجميل. نعود إلى الصدارة، لنا عودة إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط والتغيير الذي طرى وجرى على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. أرى التسلل في هذه اللحظات، انتباه هنا أو مشاعل من انتزعت الصدارة، مشاعل من انتزعت المقدمة والمركز الأول من هجن العاصفة بقيادة سعيد بن سالم هنا على الصدارة على المقدمة على المركز الأول. المركز الثاني الدوحة تأتينا في المركز الثاني لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بن خميس لنبي في تضميرها، وعلى المركز الثالث المنطلقة سلهودة سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعود المكتوم بقيادة سعيد بن عبيد الحميري. هنا القدوم من الشايبة، الشايبة قادمة وتتسلل من مركز إلى مركز لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعود المكتوم بقيادة المضمر المتعب الصغير سعيد بن محمد بن سعيد بن مروشد. وانتباه تأتي على المركز الخامس والمركز السادس إثارة من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير، والوصول في هذه اللحظات هنا المركز السابع. المركز السابع من هجن ند الشبا تأتينا السابعا بقيادة سالم بن سعيد، وفي المركز الثامن الحذرة سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي الخطير. في هذا الانطلاق وصلت الخوارة سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع أحد شبابه هنا أيضا شباب المرموم سعيد بن سالم لنيبي، والقدوم من هتاشة سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعود المكتوم مع سعيد بن عبيد بن مروشد في التضمير. من تنطلق بهذا الأداء المميز نكتفي بهذا القدر، نكتفي بهذا القدر ونعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هناك مشاعل على الصدارة تفتتح الكيلومتر الأخير، مشاعل على الصدارة على المقدمة من هجن العاصفة بقيادة سعيد بن سالم، من يتابعها على صدارة وعلى المركز الأول. المركز الثاني، المركز الثاني شايبة، ومن الجانب الآخر الحذرة السلام، الحذرة بدأت تتسلل في هذه اللحظات إلى المركز الثاني. الحذرة الحذرة هنا في ثاني المراكز سمو الشيخ حمدان بن راهب بن سعود المكتوم محمد بن سلطان بن رشيد، والشايبة ثالثا أيضا سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعود المكتوم بقيادة سعيد بن
بن محمد بن سعيد بن مروشد وانتباه هنا على المركز الرابع من إقن العاصفة بقيادة سعيد بن سالم والخوارة من الجانب الآخر اسمه شيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم سعيد بن سالم لنبي في تضميرها. هذه هي الخماسية الماسية الجميلة بقيادة مشاعل على الصدارة، مشاعل على المقدمة على المركز الأول، تسيطر على زمام الأمور، تسيطر على المقدمة. تهانينا تهانينا لإقن العاصفة ومالكها سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، تهانينا لسعيد بن سالم المتابع لهذا الشعار. وها هي لحظة اقترابها من المنصة الرئيسية ومن الحزام الأخضر، معلنة الفوز، معلنة الناموس. تابعوا يا جماهير العاصفة أداء العاصفة هنا على أرضية هذا الميدان. هذه لحظة الوصول إلى خط النهاية. الحذرة في المركز الثاني من وصلت سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، المركز الثالث الخوارة سمو الشيخ حمدان بن راشد سعيد المكتوم، المركز الرابع الشايبة لسمو الشيخ حمدان بن راشد سعيد المكتوم، وانتباه في المركز الخامس من هجن العاصفة. هذه هي النتائج للمراكز الخمسة الأولى. نعود إلى التوقيت الزمني مع مخرجنا المتألق أبو عدنان هنا ولحظة الوصول في هذا اللحظات هنا لمشاعل، معلن الفوز وناموس قاطعة المسافة في 7 دقائق 49 ثانية جزء واحد من الثانية. تهانينا وناموس لإقن العاصفة، تهانينا لسعيد بن سالم مضمرا. أما المركز الثاني مشاهدينا الكرام فكانت الحذرة من أتت على المركز الثاني سمو الشيخ حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم مع أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي 7 دقائق 51 ثانية، 7 من الأجزاء من الثانية. أما الخوارة من أتتنا على المركز الثالث أيضا لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة المضمر سعيد بن سالم لنبي قاطعة المسافة في 7 دقائق 52 ثانية، 3 من الأجزاء من الثانية. الانطلاقات تتوالى مشاهدينا ومتابعينا الكرام، وشوط الختام هنا من ينطلق في هذه اللحظات، شوطنا 14 والأخير الخاص بالإذاعة الإبكار المهجنات الأصايل من هجنة أصحاب